ملك مغربي غير متوج، مفتاح انتصارات المغرب في حرب استعادة الصحراء الغربية من البوليساريو الانفصالية، ابتداء من المسيرة الخضراء التي كانت من بنات أفكاره عام 1975، مروراً ببناء الجدار الأمني العازل لشل حركة الانفصاليين، وصولاً لحروب التحرير وصد أعتى هجمات البوليساريو، حتى وصف الجنرال أحمد الدليمي في الرباط بشاغل الناس ومالئ الدنيا، عندما بات أقوى رجال الملك الحسن الثاني عقب وفاة الجنرال أوفقير وإحدى الشخصيات الأمنية البارزة في تاريخ المغرب. والآن يعود شبح الجنرال القوي ليشكل أسوأ كوابيس البوليساريو بعد 37 عاماً من وفاته، بخطط وأفكار واستراتيجيات وضعها لتحرير الصحراء الغربية قبلاً عادت إلى الواجهة مع استعارة فتيل المواجهة مجدداً بين الجيش المغربي ومسلحي البوليساريو. فمن هو الجنرال الدليمي الملك غير المتوج؟ وكيف انتصر بحروب الصحراء؟ ظل الملك. في مدينة سيدي قاسم غرب المملكة المغربية ولد أحمد الدليمي عام 1931 من أصول صحراوية تعود إلى قبائل أولاد دليم. تأثره بوالده الذي كان يعمل ترجمانا لدى المراقبة المدنية الفرنسية أيام الاستعمار، ثم موظفا مركزيا بوزارة الداخلية بالرباط قبل أن يغدو برلمانيا، جعل من الدليمي قارئا نهما ومثقفا كبيرا إلى جانب عمله العسكري، حيث نال الشهادة الثانوية من ثانوية مولاي يوسف وسط الرباط قبل أن يلتحق بمدرسة الدار البيضاء العسكرية بمكناس التي تخرج نخبة ضباط الجيش المغربي. علامات إعجاب الملك المغربي الحسن الثاني بالدليمي ظهرت بمراحل مبكرة، عندما تم ابتعاثه في دورة تكوين لدى الشرطة البريطانية سكوتلاند يارد، وبعد عودته تم تعيينه رئيسا على الاستخبارات العسكرية. وفي أغسطس من عام 1964 مع تولي أوفقير منصب مدير الأمن الوطني، تم تعيين الدليمي نائبا له مسؤولا عن المخابرات التي اتهمت فيما بعد بالتورط في اختطاف واغتيال الزعيم المهدي بن بركة، إلا أن القضاء الفرنسي برأ الدليمي في أكتوبر عام 1966، وجراء الثقة التي اكتسبها الدليمي من الملك الحسن خلال مشاركته في حملة الريف عام 1958، والقضاء على تمرد عام 1965 وحركة قبائل الأطلس في عام 1973، بات الدليمي أحد أقوى رجالات الملك وظله الذي لا يفارقه، خاصة عقب وفاة الجنرال أوفقير إثر فشل المحاولة الإنقلابية لسنة 1972. محارب الصحراء. عاد اسم أحمد الدليمي ليبزغ عندما قرر الملك الحسن الثاني تنظيم المسيرة الخضراء عام 1975 بنصيحة من الدليمي بحسب كتاب ضباط صاحب الجلالة المثير للجدل، إذ إن الدليمي واجه عدم استعداد الجيش المغربي حينها لخوض حروب طويلة الأمد لتحرير الصحراء ضد البوليساريو بوضع استراتيجيات عسكرية تناسب وضع الجيش المغربي بالتنسيق مباشرة مع الملك الراحل الحسن الثاني، ليخوض الجيش المغربي النظامي لأول مرة في التاريخ حربا طويلة الأمد بدون وزير حرب وقيادة عسكرية عليا، بل كان يتم تنسيق العمليات العسكرية وفق استراتيجيات الدليمي بتكليف الملك قادته العسكريين بمهام محددة في الزمان والمكان، ليشتهر اسم العقيد الدليمي كقائد ميداني للقوات المتمركزة في الصحراء قبل أن يعود اسمه للبروز عام 1979 إثر انسحاب موريتانيا من وادي الذهب، عندما سارع الدليمي لسد فراغ الانسحاب الموريتاني بنشر قوات فيلقه في مدينة الداخلة والمناطق المحاذية لها،
ومع حلول عام 1980 وجد الدليمي نفسه أمام مهمة قيادة القوات المسؤولة عن حماية وحراسة مساحة شاسعة من الصحراء تقدر بنحو 270 ألف كيلومتر مربع، ما حدا بالجنرال الدليمي تغيير خططه الحربية، حيث خرج بقواته من المدن ليشكل أحزمة أمن خارجية لحراستها قبل أن يتخذ القرار الذي غير كثيراً من وجه معارك المغرب والبوليساريو ببناء جدار أمني طويل داخل الصحراء عام 1980 حول محور بوجدور السمارة بوكراع، ليبدأ نمط جديد من المعارك استمرت حتى عام 1987 بخوض ثلاثة فيالق مدرعة هي أحد والزلاقة ولاراك، معارك طاحنة استعادت بها المغرب سيطرتها على أرض المعركة. الوفاة الغامضة. عندما كانت فيالق المغرب تتقدم بالصحراء لتذيق قوات البوليساريو الانفصالية مرارة الهزائم، وتحديدا مطلع عام 1983 تم الإعلان عن وفاة الدليمي في حادث سير بمراكش، ما تزال ملابساته غامضة، إذ أفاد بيان رسمي حينها أن الوفاة أتت عن اصطدام سيارة الدليمي بشاحنة، فيما تحدثت روايات أخرى تناقلها مغاربة عن عملية تصفية إجهاضا لمحاولة انقلاب كان يعدها الدليمي، إلا أن بيانا صدر عن وزارة التشريفات المغربية بعد ساعات من وفاته تضمن الإشادة ببطولات الدليمي وانتصاراته في الصحراء، أشار إلى عدم تزعزع الثقة الملكية بالجنرال الدليمي والاعتراف الرسمي المغربي بالدور الاستثنائي للدليمي بحروب الصحراء واعتباره محاربا وسياسيا محنكا وملتزما بوطنيته. وأنت برأيك، هل ستستحضر المغرب استراتيجيات الدليمي ضد البوليساريو الانفصالية؟ أم أن لكل عصر دولة ورجال؟